أعادت مدينة حلب الحياة إلى الحراك السياسي والدبلوماسي كما أعادت وصل ما انقطع بين خصوم الأمس. يقول البعض إن حلب سترسم ملامح الحل في سوريا، وعلى أرضها ستكون نهاية الإرهاب المحتومة، وستترجم الاتفاقات السياسية رغم الحشود العسكرية وعودة حرب الشائعات. فأي جديد تحمله الساعات المقبلة؟ سياسيا تتسارع التحركات الدبلوماسية الإقليمية، فبعد ساعات على زيارة أردوغان إلى سان بطرسبرغ الروسية، استقبلت أنقرة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. فما سر تتابع الزيارتين وأي المؤشرات التي حملتها؟ هذه المحاور وسواها نطرحها على ضيفنا في الاستوديو، أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور مهند الظاهر. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. مرحبا بك. شكرا. أهلا بك. أيضا مشاهدينا الكرام، ستكون معي ميس مخلوف في جولة الصحافة، نبدأ بعد الفاصل. تحية لكل مشاهدي قناة تلاقي الذين انضموا إلينا لمتابعة هذه الحلقة من يحدث اليوم، وأعود وأرحب مجددا بضيفي فيها في هذا الحوار الدكتور مهند الظاهر. أهلا وسهلا دكتور. شكرا. دكتور، حلب الأسطورة أصبحت يعني بنظر كثير من المتابعين بصمودها طوال هذه الأعوام رغم كل ما عانته. هنالك تطورات جديدة في الأسابيع والأيام القليلة الماضية. لو طلبت من حضرتك قراءة سريعة كمفتاح لحوارنا اليوم عن المشهد والتطور الميداني في حلب، ماذا تقول؟ يعني طبعا الآن لن يعلنوا أي استدارة فيما يخص الأزمة السورية، إنما يقطعون الوقت بانتظار ما يحدث في أمريكا حتى يرجعوا يضبطوا أوراقهم بعد الانتخابات الأمريكية. لا لا، أنا هذا لن يستغنوا عن الغرب. لا لا، ما في، ما زال لديهم أوراق مع الغرب. يعني ما كوعوا تجاه الروسي. لا 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 لا، اتجاه الروسي مؤكد. لانه اولا دكتور ورح نتابع فيه، انما رح نعرف عن الميدانيات في حلب من سياده العميد هيثم حصون الخبير العسكري والاستراتيجي اللي صار معنا جاهز هلا عبر الهاتف. اهلا وسهلا بحضرتك سياده العميد. اسعد الله صباحك وصباح ضيفك وصباح مشاهديكم الكرام. اهلا وسهلا بحضرتك سياده العميد. طبعا بدانا حديثنا بميدانيات حلب، نعلم انه الجيش العربي السوري سيطر على عده نقاط بمحيط الكليات والمشروع 1070، طبعا الجبهات ساخنه في اكثر من مكان بحلب حتى اللحظه. ما هي اخر المعلومات المتوافره لدى حضرتك عن اخر تطورات المعارك هناك؟ طبعا العمليات العسكرية في جنوب غرب حلب تجري على بثلاثة أساليب. نعم. هيثم حصون الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا في هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. دكتور مهند، طبعا تحدث سيادة العميد عن دور الإعلام، يشيع الكثير بالأمس من وسائل إعلام معادية عن قطع طريق خناصر، وفعلا تم نفي هذه المسألة كليا. تأثير هكذا نوع من الشائعات إعلاميا، وكذلك التأثير النفي الحالة المضادة، ما هو على فكرة المواطنين اللي مثلنا نحن عم يتفرجوا ممكن يشوفوا هون؟ أكيد راجعين لعندك ميس بسياق هذه الحلقة. شكرا لك حتى الساعة. برجع لعند حضرتك دكتور مهند. دكتور، العناوين كتيرة بس واضح أنه تداعيات الانقلاب الفاشل السابق بتركيا ما زالت مستمرة. في عندك 162 عسكري فارين، ويعني النظام التركي يقر كذلك بعدم عودة 32 دبلوماسي بعد محاولة الانقلاب. يعني واضح أنه كان في عملية شبه متكاملة بتركيا، بمعنى انه عملية متكاملة يعني في عندك دبلوماسي مو اكثر بما يخص الشأن التركي. انما لازم توقف مع فاصل قصير اذا بتسمح. مشاهدينا الكرام، نعود اليكم بعد هذا الفاصل. تحية مجددا لكل مشاهدي قناة تلاقي إلى هذا الحوار من يحدث اليوم، أعود وأرحب مجددا بضيفي في هذا الحوار الدكتور مهند الظاهر. أهلا وسهلا دكتور. أهلا. دكتور، ما كان لك تعليق قبل الهواء حول مسألة تسمية جبهة النصرة وأنهم غيروا اسمهم، وكنت حابب
تعلق على هذا الموضوع. لا لا، أنا بس بدي أتشكر لسيادة العميد هيثم حسون. نعم، لهذه طول الحديث بهذا الأمر. نعم، وله تداعيات ومتعلقات كثيرة، بس لو بقينا بموضوع الزيارات الهامة على خلفية ما يحدث بحلب. كان في كلام بعد زيارة أردوغان إلى سان بطرسبرغ دكتور مهند أنه هنالك نوع من المقايضة ما بين الروسي والتركي على مسألة أنه يا أتراك سكروا الحدودكم مع سوريا، ويا روس بطلوا دعم الأكراد شوي. ويمكن البعض قال أنه فعلا أغلق مكتب لأحد الأحزاب الكردية في التي تدعمها موسكو، والبعض سرب أنه تركيا في طريقها إلى إغلاق حدودها مع سوريا. أولا يعني مدى دقة هذا الكلام ومدى صحته؟ هل تعتقد فعلا أنه قابل للتطبيق؟ وهل تعتقد فعلا أنه تمت هكذا نوع من المقايضة؟ أنا بالبداية قلت يعني لا يمكن لأردوغان أن يخطي خطوة واحدة دون رغم جدا. إنما بعد ما نتحول مجددا لعن زميلتنا ميس، ميس لديها مختارات من أبرز تعليقات لدينا في اليوم بفقرة الصحافة. وبالعودة لعند حضرتك دكتور مهند، قبل الصحافة حضرتك يعني تفضلت بعدة نقاط في التعليق على مسألة اللقاءات الإيرانية الروسية التركية. قلت أنه من يدعم الكرد فعلا أو فصائل أو فئات معينة من الكرد هو الأمريكي وليس الروسي، فالروسي ليس بوارد إن إلا ضغط في مكان ما على التركي. وقلت أنه الأتراك لن يغلقوا الحدود إلا بأمر أمريكي، وهذا مستبعد الآن لأنه ما زالوا بحاجة للعب على عدد من الأوراق مع الأمريكي. طيب يعني لا تميل للاعتقاد بأنه التركي الآن سينقلب في مواقفه أو ستظهر نتائج على الأقل في المستوى القريب؟ لو سلمنا جدلا أن هذا الأمر حصل، أغلقت الحدود، ما الذي سيحدث في اليوم التالي؟ خلاص تنتهي الحرب. خلاص، بمعنى هذا الامتداد، هذا الامتداد حتى الآن، طيب حتى الآن طيب تحت السيطرة. اليوم نحن أمام وقائع جديدة، لقاءات لا شك هامة، رغم أنه البعض لا يعيرها كثير من الأهمية، يقول أنه الأمور ستحسم على يد السوريين وعلى يد الجيش السوري في مكافحة الإرهاب. وكل ما يحدث من تصريحات ولقاءات يعني قد ما كانت من شخصيات كبيرة وعظيمة، إلا أنه الحسم النهائي هو في الميدان للجيش العربي السوري. اليوم نحن أمام هذه الوقائع، وهناك من يعتبر أنه قد تكون هنالك آلية مشتركة هامة وجديدة ما بين موسكو وأنقرة وطهران. ما مدى فعالية هذا الأمر وكيف ممكن أن نرى تأثيراته؟ شوفي لك، مجرد أن يعرض على أردوغان ماشي أكيد، ولكن ما يحصل الفوضى في سوريا منعكسة مباشرة إلى أوروبا، نعم، منعكسة إلى تركيا، وبيعلم تماما الروسي بأنه ما يحصل في سوريا مفوضى منعكس إلى روسيا. تفضلي. كان بودنا نسألك أكثر دكتور، إذا بعدنا 30 ثانية تفضلي. فيك تختصر الفكرة إذا بتسمح، بس ما عندي سؤال. لذلك الآن كما قلت يعني هي عبارة عن دومينو. نعم، الفوضى في سوريا ممتدة إلى أوروبا، ولكن لذلك لابد من لذلك الروسي، لذلك الروسي يحاول أن يقحم التركي في عملية أمنية لمحاربة الإرهاب، والأمريكي يحاول أن يحتوي والغرب يحتوي الإرهاب ضمن سوريا لكي لا يمتد خارج سوريا. أنا شاكرة جدا لحضورك، بكل أسف أدركنا إن شاء الله نكون قدمنا شيء اليوم، حسيت أنه كثير كان مضغوط، قدمنا معلومات هامة وقيمة للسادة المشاهدين. نتمنى أن يكونوا استفادوا مما قدمنا. مشاهدينا الكرام، لم يبقى لي إلا أن أشكر أيضا سيادة العميد هيثم حسون الخبير العسكري والاستراتيجي، كان معنا في مداخلة عبر الهاتف، وطبعا الشكر الكبير للدكتور مهند الظاهر أستاذ العلم السياسي، أهلا وسهلا بحضرتك دائما. كذلك لكم تحيات كل أسرة يحدث اليوم، وتحديدا اليوم منار إسماعيل، ميس مخلوف، سليمان طوفان، ومجد حمزة. شكرا لكل من تابعنا، إلى اللقاء.